نصائح فانتزي الدوري الانجليزي الجولة الثانية. تاخذوا في النصائح هذه من عندي انا اللي جايب 86 نقطة في الجولة الاولى. كما تشوفوا التشكيلة نتاعي قدامكم تقريبا جوات الكل جابوا حاجة الا برونو فرنانديز وراشفورد هم فقط اللي عملوا بلانك، لكن بقية اللاعبين عادي الكل عملوا حاجة في الميدان في الجولة الاولى. باش ننصحك بستة لاعبين اذا كنت تخمم تعمل اي انتقال لازمك تجيب واحد منهم. اذا كنت تخمم تجيب حارس مرمى فانه الخيار المناسب ليك هو سانشيز حارس تشيلسي، لانه تشيلسي ماتشات الجايه نتاعها في المتناول، وبخلاف هذا تشيلسي الدفاع نتاعها تحسن ياسر المقارنه بالموسم الماضي، هذاك علاش من المستحسن ان تجيب سانشيز. والسعر نتاعو 4.5 معناها ارخص حارس في التوب 6 في البريمير ليج، معناها نتصور احسن خيار حارس مرمى اللي باش تنجم تجيبه هو الحارس سانشيز. اذا كنت تخمم في الدفاع من الضروري انك تجيب تشيلول، صحيح السعر نتاعو كيسح شويه 5.5 لكنه جناح طائر، خاصه بعد الاصابه نتاع جيمس توا بنشوفو تشيلول يقدم برشا مسانده هجوميه، ومن المتوقع انه يجيب برشا اسيستات، وعمل اسيست في الماتش اللي فات وعمل بونتو لكن تنحى بالتسلل، هذاك علاش نتصور تشيلول عنده برشا اسيستات جايين، هذاك علاش اذا كنت تخمم تجيب اي مدافع فانه من الاولويات نتاعك انك تجيب تشيلول ب 5.5 سعر محترم مقارنه بتريبيير وروبرتسون والكسندر نود اللي بثمانية، هذاك علاش من المستحسن انك تجيب تشيلول اذا كنت تخمم في اي مدافع. خيار اخر للدفاع هو لاعب برايتون ستوبينيان، اللاعب هذا يقدم في برشا مسانده هجوميه، عمل اسيست في الماتش اللي فات وعطاه 3 بونيوس، هذاك علاش نجم تجيبه. برايتون عندها ماتشات باهيه والسعر نتاعو مناسب 5 سعر مناسب للمدافع، يقدم برشا مسانده هجوميه، معناه هو ظهير ويقدم برشا مسانده هجوميه ويقلق ياسر، هذاك علاش عنده اسيستات متوقعه اذا كان بتجيب مدافع يا تشيلول يا ستوبينيان. نمشيو لخط النص وين عندي زوج خيارات ليك مناسبين برشا. ساكا لاعب نادي ارسنال مع منظومه ارتيتا عطيه برشا حريه في التقدم الى الامام والاقتراب من المرمى، اللعب هذا يسبب تسديدات باهيه كما رينا ضد نوتنغهام فورست، اذا كنت تخمم تجيب في وسط ميدان فانه من احد الخيارات المناسبه هي ساكا، صحيح سوم 8.5 لكن سوم باهي ياسر مقارنه بصلاح ودي بروين اللي ب 12 وب 10، انا ننصحك بساكا قبل ما تجيب صلاح. خيار اخر هو اللاعب ماديسون لاعب نادي توتنهام، الماتش اللي فات عمل زوز اسيستوات، اللاعب ظهر عنده الضربات الحره الكل اللي هو الركنيات اللي هو، هذاك علاش خيار مناسب ماديسون، اللاعب هذا ينام على ليستر تالق ياسر المواسم الماضيه، ومع توتنهام نتصور باش يتالق اكثر، اللي جاب ليها من اول ماتش، اللاعب هذا عنده احتماليات كبيره نتاع اسيستوات وممكن ساعات اهداف من مخالفات مباشره، هذاك علاش اذا كان ناوي تجيب وسط ميدان فانه لازمك تجيب يا ساكا ولا ماديسون. نمشيو لخيار اخر في الهجوم اللاعب جاكسون، صحيح جاكسون لاعب تشيلسي مهاجم نتاعهم ما عملش شيء الماتش اللي فات، لكن جاكسون عنده امكانيه باش انه يتالق، اللاعب رينيه قدم مستويات جيده في الماتش الاول ضد ليفربول، اللاعب يقترب باسم المرمى، عنده بعض الفرص المتاحه، تشيلسي تحسنت ياسر بشكل عام، هذاك علاش اذا كان تخمم تجيب مهاجم فانه جاكسون احد الخيارات المناسبه. تو باش نسمي لك بعض اللاعبين رد بالك تجيبهم، برغم انهم لاعبين تجيب فيهم برشا لاعبين، لكن انت رد بالك تجيبهم. ايزاك لاعب نادي نيوكاسل، نيوكاسل عنده 3 ماتشات صعبة ياسر اللي هما ضد سيتي ضد ليفربول وضد نادي برايتون، رد بالك تجيب ايزاك، صحيح ايزاك ماخذ 2 بونتويت الماتش اللي فات لكن رد بالك تجيبه على خاطر الماتشات صعيبة، تعدى 3 ماتشات ومن بعد تجيب ايزاك، ماخذ 2 بونتويت صحيح ضد استون فيلا لكن كان الدريم نتاعو خايبة ياسر، هذاك علاش تفادى ايزاك، إذا كان ناوي تجيب جوار آخر جيب، أما ايزاك رد بالك منه في الثلاثة جولات هذوما. نمشيو مع كيران تريبي، كيران تريبي ما نصحكش بجملة غالي في السوم 6.5 وقت اللي فما برشا خيارات خير بياسر في الدفاع، وبزيد كيما قلت لكم نيوكاسل عندها برشا ماتشات صعيبة الجولات القادمة، هذاك علاش إمكانية الكلين شيت ضعيفة ياسر نيوكاسل، رد بالك تجيب تريبي. ورد بالك تمشي تشوف رودري عمل اسيست وبونت الماتش اللي فات والبارح ضد اشبيليه عمل اسيست تمشي تجيبه وتقولها رخيص، رد بالك من العمله هذيا على خاطر رودري ماهوش لاعب متواصل في ناحيه الاسيستات والبونتوات، لاعب ارتكاز، رد بالك من اي لاعب ارتكاز في اللعبه، لاعبين الارتكاز ما يصحوش للعبه، حتى اذا كان مركز سوبر هاتريك في اي طرح رد بالك تجيبه الجوله اللي بعدها، ماهمش لاعبين تاع فانتزي لاعبين الارتكاز، رد بالك تجيبهم. وحاجة أخرى رد بالك من المدافعين نتاع السيتي ستونز وأكي وأكانجي ودياز، أخذت تعرفش عليه شكون يلعب جوارديولا، الماتش اللي فات لعب الكل جيت ستونز ومن بعد ما لعبوش جوارديولا، هذاك علاش رد بالك تجيب اللاعبين الأربعة هذوما اللاعبين المدافعين، على خاطر ماهوش مضمونين، المضمونين الوحيدين من السيتي هما إيدرسون وهالاند، بخلاف هذايا رد بالك تجيب برشا لاعبين من السيتي، على خاطر زوز برك مضمونين في السيتي يكونوا أساسيين والباقي ماهوش مضمونين جملة، هذاك علاش كيما قلت لكم رد بالك من الأربع مدافعين هذوما ما تجيبهمش، إذا كان عندك ستونز خليه، كان عندك ستونز من الجوله اللي فات ما لعبش خليه ما تبيعوش، لعبوا الجوله هذه عنده امكانيه كبيره باش يلعب، لكن اذا كان انت ما عندكش حتى واحد منهم رد بالك تشريهم. وما تنساش تبيع دي بروين وجيمس خاطرهم زوز ضربوا وما همش يلعبوا الماتشات الجايه. ما تنساش تعمل فولو، تعمل لايك، تعملهم الكل هذوما اللي عالمين، سبحان الله خير نسكولتا، نتلاقاو في مواعيد اخرى.